بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات. تقول المرسلة أم عبد الرحمن: أم عبد الرحمن، عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ صالح وتقول: تضع النساء نوعا من الكحل وهو خط رفيع جدا فوق الرموش في العين، ولكن يرجح في هذا الكحل المسمى مخطط العين أو كحل سائل أنه يمنع وصول الماء إلى تلك البقعة الصغيرة، فما الحكم حينئذ بالنسبة للوضوء والطهارة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا ثبت أن هذا النوع من الصبغ الذي يوضع في رموش العين كما ذكرت السائلة ليقوم مقام الكحل، إذا ثبت أنه يتجمد ويستر الجلد ولا يصل الماء إلى ما تحته، فإنه لا يجوز بقاؤه، لأنه يمنع وصول الماء، يعني لا يجوز بقاؤه وقت الوضوء ووقت الطهارة، لأنه يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فيكون ما تحته لم تصبه الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، وأمر بإسباغ الوضوء. وإسباغ الوضوء معناه إتمامه، بحيث لا يبقى شيء مما أمر الله تعالى بغسله إلا ويصل إليه الماء. فإذا وضع حائل على محل من أعضاء الوضوء يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فإنه لا يصح الوضوء، لأنه يبقى جزء من العضو لم يصل إليه ماء الطهارة. فعلى هذا لا يجوز استعمال هذا النوع من الكحل الذي يتجمد على رموش العينين على الجلد، يمنع وصول الماء إلى ما تحته، مثل المناكير التي توضع على الأظافر فإنها تتجمد وتمنع وصول الماء إلى الأظافر، فمن توضأت عليها هذه المناكير أو هذا الكحل الجامد فإن وضوءها لا يصح لأنه لم يتم. فعلى النساء أن يحذرن من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمزي لاسمه بالحروف فا ميم فا يسأل ويقول: يوجد امرأة سبق وأن تزوجها جدي والد والدتي، ودخل بها وعاشت معه فترة من الزمن وطلقها. سؤالي: هل أكون محرما لتلك المرأة بصفة زواج جدي منها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، أنت محرم لهذه المرأة لأنها زوجة لأبيك، لأن الجد أب. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. وهذا يعتبر من أبناء البعولة، لأنه سبط لزوجها، فهو من أولاده، فلها أن تكشف له، ويعتبر محرما لها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف ميم ألف عزيز العشاش يقول: ما هي الأشياء التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منها في آخر الصلاة، وقد ذكر لبعض الإخوان أنها أربعة، وضحوها لي جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها في آخر تشهد الأخير في الصلاة:
هي الاستعاذة بالله من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال. أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه هي الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها في التشهد الأخير. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة المكتوبة بدون أذان لضيق الوقت أو لأي سبب آخر؟ الأذان مشروع وهو مستحب للمصلين، لكن لا بد أن يقوم به من يكفي، لأنه من فروض الكفايات. فإذا أذن في البلد في بعض المساجد فإن الأذان في بقية المساجد يكون مستحبا، أما لو تركه أهل المساجد كلهم فإنهم يكونون تاركين لواجب، يأثمون بتركه. وكذلك بالنسبة للواحد الذي يصلي وحده أو للمسافرين يشرع لهم الأذان والإقامة، ويرى بعض العلماء وجوب ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم. والأمر للوجوب. فعلى كل حال الأذان مشروع للأفراد وللجماعة وفي الحضر وفي السفر، لكن تارة يكون واجب كفاية وتارة يكون مستحبا. لكن لو صلى بدون أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة إذا توفرت شروطها وأركانها وواجباتها، لأن الأذان ليس من شروط الصلاة، لأنه إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بقيام الصلاة القيام للصلاة، فليس من شروطها وإنما هما مشروعان مستقلان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح جزاكم الله خيرا فيقول: هل تجوز الصلاة خلف رجل لا يتوضأ علما بأني لا ألاحظ عليه أي مانع من الوضوء؟ لا يجوز له أن يصلي بدون وضوء من غير عذر، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا بالماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا في حالة العذر عن استعمال الماء لمرض أو لقلة الماء وكونه لا يكفي لحاجة الإنسان وطهارته، في حالة العذر يتيم. أما إذا كان ليس عنده عذر، الماء متوفر وهو قادر على استعماله، فإنه لا بد أن يتوضأ للصلاة، فإن صلى بدون وضوء فصلاته غير صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم قال لأصحابه: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: أنا شخص أعمل براتب وأخذ نصفه وأصرف على أهلي وأدخر النصف الآخر، وكنت على هذه الحال ما يقارب 4 سنوات، كيف أزكي هذه المبالغ؟ أرجو أن تكون الإجابة مفصلة جزاكم الله خيرا. الواجب أن تزكي ما تم حوله وبلغ النصاب بهذين الشرطين: أن يتم حوله وأن يبلغ النصاب. وإذا كنت موظفا توفر من كل شهر مقدارا من المال، فالأحسن لك والأحوط والأرفق بك أيضا أن تعين شهرا من السنة كشهر رمضان المبارك، فتخرج ما اجتمع، تخرج زكاة ما اجتمع لديك من النقود، ما تم حوله فقد أخرجته عند تمام الحول، وما لم يتم حوله تكون زكاته معجلة، ولا بأس بتعجيل الزكاة للحاجة، وهذا أرفق بك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع الرمضة إلى اسمه بالحروف صاد سين ألف، يقول: أنا أعمل في إحدى المؤسسات الأهلية وأتقاضى راتبا يعادل 1000 ريال سعودي، وكنت مقتنعا بهذا الراتب لمدة 3 سنوات، وفي يوم فكرت النفس الأمارة: كيف أحصل على مال كثير وبأي وسيلة كان؟ هل أنهب؟ هل أسرق؟ المهم أن أكثر المال. وفي يوم سرقت مرة ومرة ومرة، وكانت السرقة في دمي، مع العلم أنني أصلي وأصوم وأزكي وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأديت فريضة الحج وتزوجت والحمد لله، وأنا الذي أريد أن أقلع عن هذا الذنب الكبير. فضيلة الشيخ، أريد أن أرد المال لصاحبه من غير أن يعرف أنني كنت أخونه في يوم من الأيام، كيف أرد المال
المال الذي سرقته، مع العلم أنني في المؤسسة وليس بيننا حساب، جزاكم الله خيرا، وقد حسبت الفلوس الموجودة والمصاريف من يوم أن أخذت ذلك المبلغ فوجدتها 1030 ريال، جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن ترد المبلغ إلى صاحبه، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأموال الناس محترمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المظالم إلى أهلها قبل يوم الحساب والقصاص، فواجب عليك أن ترد المال إلى صاحبه بأي وسيلة. وإذا كنت تخجل أن تقول إن هذا سرقة أو خيانة، فبإمكانك أن تستعمل طريقة تنفي عنك هذا الشيء، يعني تقول مثلا: أنا منت عليك واقترضت هذا المال من باب أنني تجرأت عليك واقترضت هذا المال على نية أني أرده إليك، والآن أنا أرده وأنت تسامحني. بهذه الطريقة يحصل المطلوب ويرجع المال إلى صاحبه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثير من الناس شيخ صالح يولي الناس على أمواله ويغفل عنها، ومنهم من يستيقظ ضميره إذا ما وقع في خيانة كصاحب هذه الرسالة، ومنهم من لم يكن كذلك. لعل لكم كلمة شيخ صالح: كيف نولي الناس على أموالنا، جزاكم الله خير؟ أولا، يجب على أصحاب الأموال أن لا يولوها إلا أهل الأمانة وأهل الدين والتقى، لأن الله جل وعلا أمر بحفظ الأموال. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الأموال عن الضياع، نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، وعن كثرة السؤال، وكما جاء بمعنى هذا الحديث أيضا من النهي عن إضاعة المال. ومن إضاعة المال أن يولى عليه من لا يوثق به أو من لا يحسن التصرف، لأن هذه الأموال نعمة من الله عز وجل تقوم بها مصالح العباد، فلا يجوز إهمالها وتعريضها للتلف أو للسرقة أو للضياع. هذا من ناحية أصحاب الأموال. أما من ناحية المؤتمنين على هذه الأموال، فيجب عليهم أن يتقوا الله وأن يقوموا بالأمانة التي ائتمنوا عليها. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا كقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. فواجب حفظ الأمانات وأداؤها إلى أصحابها، ولا تجوز الخيانة فيها، لأن الخيانة في الأمانات من صفات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر. الواجب على من ائتمنوا على أموال الناس أن يكونوا عند حسن ظن من ائتمنهم، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أماناتهم. قال تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع يقول: منير زايها، يقول: أنا شاب تبت إلى الله تعالى ولله الحمد، ولكني قبل التوبة كنت متهاونا في شهر رمضان، ومر علي شهران لم أصم منهما إلا أياما قليلة وهما عند بلوغي، لكني الآن محتار في عدد الأيام التي أفطرتها حيث أني لا أحصيها، فهل التوبة تجب ما قبلها أم يلزمني القضاء وشيء مع القضاء، جزاكم الله خيرا؟ الصيام يجب على البالغ، على المسلم البالغ، ومن ترك شيئا من أيام رمضان فإنه يجب عليه قضاء، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ويجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير، عن تأخير القضاء، يعني يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف الصاع عن كل يوم مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما كونك لا تعلم عدد الأيام، فإنك تعمل بالتقدير والاحتياط، تقدر الأيام وتجتهد في تقديرها وتصوم ما يغلب على ظنك أنك تركته، وبهذا تبرأ ذمتك إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد حسن إدريس، سوداني مقيم في المملكة، بعث يسأل ويقول: رجل أنهى العمرة بعد إكمال الشوط الرابع من الطواف بدون أن يشترط، بسبب أنه تعب تعبا شديدا فخلع لباس الإحرام، ماذا يعمل وهل يجوز الاشتراط للعمرة، جزاكم الله خيرا؟ الاشتراط جائز عند الإحرام، يعني يقول: أين حبسني حابس فمحلي حيث حبست.
الثاني إذا كان يخاف من عدم إتمام النسك، لأن كان مريضا أو عاجزا ويخاف من عدم إتمام النسك فله أن يشترط. أما إذا كان صحيحا قويا فإنه لا يشترط، ولكن إذا أحرم الإنسان بالنسك وجب عليه إكماله. قال الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وقال تعالى: فمن فرض فيهن الحج، معنى فرض أحرم. الإنسان إذا أحرم بالنسك وجب عليه أداؤه، ولا يجوز له أن يتحلل منه قبل إكمال مناسكه، إلا إذا كان كما ذكرنا كان عند الإحرام يخاف من عدم الإكمال واشترط، وقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فأصابه ذلك الحابس الذي اشترط تحلل عند حدوثه فله أن يتحلل ولا شيء عليه. أما ما دام لم يشترط فلا يجوز له أن يتحلل، بل يبقى في إحرامه حتى يؤدي النسك. ولو قدر أنه يعرض له عارض ومرض فإنه يبقى في إحرامه وينتظر حتى يزول ذلك العارض ثم يتحلل للعمرة وأداء النسك. وهذا الذي ذكره السائل أنه من غير عذر، وأنه تعب، مجرد تعب الشوط الرابع من الطواف فألغى العمرة وتحلل من إحرامه، هذا غلط ولا يتحلل، باق عليه الإحرام، ولو رفضه فإنه لا يخرج منه. فعليه أن يعود إلى مكة ويأتي بالعمرة التي رفضها بإكمال مناسكها من طواف وسعي بين الصفا والمروة وحلق أو تقصير، لا تبرأ ذمته إلا بذلك. وإن كان حصل منه جماع في هذه الفترة فإنه يمضي في العمرة كما ذكرنا يكملها، ثم يعود إلى الميقات الذي أحرم منه، ثم يحرم بعمرة ثانية قضاء للعمرة الفاسدة التي أفسدها بالجماع، ثم يؤدي مناسكها ويذبح فدية وهي شاة تجزئ في الأضحية، يوزعها على فقراء الحرم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الدليل على وجوب زكاة عروض التجارة، وهل هناك خلاف في وجوبها؟ الخلاف موجود، ولكن الصحيح والحق وجوب الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة عما يعد للبيع، وهذه معدة للبيع والتجارة وإنما فيها الزكاة في قيمتها إذا بلغت قيمتها نصابا، يعني قيمتها التي تساويها عند تمام السنة، ليس المراد قيمتها التي اشتراها به، وإنما المراد قيمتها التي تساويها عند تمام الحول، فإذا بلغت قيمتها عند ذلك نصابا فأكثر وجب عليه إخراج الزكاة ربع العشر منها، لأنها من الأموال الزكوية، كل ما أعد للبيع فإنه تجب الزكاة فيه إذا تم عليه الحول وبلغت قيمته النصاب، إما بنفسه وإما بضمه إلى أموال أخرى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الذي حمل هذا المستمع إلى أن يسأل عن الخلاف في هذه المسألة الشيخ صالح؟ ربما أنه اطلع على قول لبعض العلماء أنها لا تجب فيها الزكاة فاغتر به، وهذا القول خطأ، هذا القول خطأ بلا شك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا عمل الإنسان بعمل واكتشف أنه مرجوح، ما العمل شيخ صالح؟ العمل أن يؤدي ذلك العمل ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. الله المستعان. إذا عمل بشيء وتبين له أنه مرجوح وأنه خلاف الدليل وهذا الأمر واجب عليه، فإنه لا تبرأ ذمته من الواجب إلا بفعله. أما إذا كان هذا الأمر مستحبا فالمستحب أمره سهل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.